أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس، هذا الجبل المحبب على قلب يسوع المسيح، كان بيجي مراراً وتكراراً حتى يقضي وقت في هذا المكان. طبعاً خلفي البلدة القديمة بتشوفوا أسوار القدس، وبتشوفوا كمان من الخلف كنيسة القيامة. رح أتكلم في هذه الحلقة عن موضوع الطلاق في عزة المسيح على الجبل، فابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي مرة تانية، بحييكم من جبل الزيتون. في هذه الحلقة رح أتكلم عن لا تطلق، طبعاً من عزة المسيح على الجبل. خليني أقتبس الآية اللي ذكرها الرب يسوع المسيح، وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. لا شك أحبائي هذا واحد من أعقد ومن أصعب الموضوعات اللي ممكن أي خادم بواجهها، ويمكن كتير مرات نتحايد الحديث عنه، لأنه احنا عايشين في مجتمع عم بيكثر فيه الطلاق، ومهما تعددت الأسباب من الشخص البريء للشخص المذنب. طبعاً في هذه الحلقة الموضوع مش للحكم على الشخص، لأنه أنا أؤمن كل حالة لها حالتها الخاصة، محتاج أنه يتعامل مع كل حالة بشكلها الخاص. قال يسوع المسيح من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، يعني هذا القول المأثور. لاحظ ما قالش يسوع قد سمعتم أنه قيل للقدماء، لكن وقيل. وقيل يعني في تقاليد عم بتزيد في أيام المسيح اللي بتتكلم عن هذا الموضوع. خلينا أرجع، الموضوع طبعا بيرجع لسفر التثنية إصحاح 24 من الآية الأولى للآية 4، وموسى بيتكلم عن يعني إذا شخص أو إذا رجل أراد وجد عيب شيء، هاي الكلمة عيب شيء، فممكن يطلق طبعا سمح. وتطورت الأفكار إلى أيام المسيح بمدارس كثيرة لتفسير ما هو عيب شيء. ففي مدرستين طبعا اللي هي مشهورتين، كانت في مشهورة في أيام المسيح، مدرسة لواحد معلم أو حكيم يهودي اسمه هليل، وعلى فكرة بولس درس عند رجلي جملائيل. جملائيل بيكون الحفيد الأصغر لهذا المعلم الكبير. هليل كان يعني متحرر في أفكاره، فيعني فسر كلمة عيب شيء، يعني ذكر أمور كثيرة اللي مش بس علة الزنا، طبعا هو يؤمن الزنا لازم يكون في طلاق، لكن ذكر أشياء حتى لو شيء ما أعجبوش، حتى لدرجة قال إذا الزوجة أو إذا المرأة حرقت الطبخة فيك تقول طالق، يعني بشكل عشوائي. طبعا المدرسة الثانية هي مدرسة شمعي، هي مدرسة محافظة، كان شخص محافظ قال إلا لعلة الزنا، بس الطلاق مسموح لسبب واحد اللي هو لعلة الزنا. والظاهر أن المسيح عم بيقتبس وبشدد على هذه الناحية من المدرسة، أو بالأحرى بركز على كلمة الله في الكتاب المقدس. فالزنا أحبائي هو في هذا السياق الحديث بيتكلم عن عدم الأمانة الزوجية، بيتكلم عن الخيانة، والكلمة اليونانية مستخدمة بورنيا اللي أجت منها كلمة بورنو أو بورنوغرافيك، هي بتتكلم عن كل أنواع الإباحية
واللا أخلاقية اللي هي الممارسات الشريرة من الفسق والزنا والعهارة مجتمعة في هذه الكلمة. لكن خلي بالك إنه المسيح لما ابتدى بالعزة على الجبل ابتدأ يطوب طوبى للمساكين بالروح، طوبى للودعاء، طوبى لصانعي السلام، طوبى للرحماء. فالشخص المسكين والشخص الوديع وصانع السلام والرحيم فبالتأكيد لا يطلق، دايما في مجال للغفران، دايما في مجال للمسامحة. فالمسيح هو مثالنا الأكبر في الصبر والتسامح. قال يسوع إلا لعلة الزنا، فالزنا هو الأساس لهذا الطلاق. نعاوز أكمل حديثي في هذا الموضوع، ابقوا معي بعد هذا الفاصل القصير. The divorce rule is very complicated, and Jesus did feel that it was too easy to divorce. I mean, we have a very funny saying from Rabbi Akiva that you can divorce your wife if she burns the soup. It was pointing to not just frivolously divorcing, but relationships that were really not functional and that had a lot of enmity in them. Jesus allows divorce for situations of adultery. And I think within that, we understand there can be situations of abuse as well. And so he sets a high standard, because by setting a high standard, you can help correct a wide misuse of a principle. أهلاً أعزائي، منواصل دراستنا عن موضوع لا تطلق من جبل الزيتون. قبل ما أكمل، مهم جداً نفهم مخطط الله في الزواج وقواعد الزواج في الكتاب المقدس. أول شيء لازم ندرك إنه الله هو اللي أسس مشروع الزواج أو مؤسسة الزواج. الله الذي قال ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فإذا الله هو اللي المخطط، هو المهندس لهذا الزواج. ففعلا الله من بداية الأيام مكتوب رجل واحد، امرأة واحدة، في الزواج يلتصق الاثنان فيكون جسد واحد، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فإذا الزواج اللي بحسب مخطط الله وأساس إلهي لا يفرقه إنسان. ثم أحبائي، الزواج هو عهد مش عقد، يعني ما هوش كونترا إنك أنت بتشوف مثلاً اثنين بيتفقوا وعلى الزواج وبيكتبوا العقد. لا، العهد هو أنت بتدخل عهد أن الله هو الشاهد، يعني والغير الجمهور، وهذا بنشوفه في سفر ملاخي، يعني بيتكلم عن العهد المقدس الذي لا ينكسر. ثم الزواج أحبائي، خلي بالك إنه يسوع المسيح راح لعرس قانا الجليل، فحضوره هو كان بركة، فالمسيح بارك وقدس وأكد على قدسية هذا الزواج. لكن في شيء مهم أحبائي في الزواج المسيحي، إنه بولس الرسول بيتكلم إنه يعني أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، وبيتكلم عن قواعد الخضوع وقواعد المحبة في هذا الزواج، لكن بسميه سر عظيم. وهذا السر أحبائي الاتحاد، مثل ما المسيح يتحد في الجسد في كنيسته، هكذا الرجل يتحد يلتصق. وكلمة يلتصق بتعني مثل الغرة، مثل اللاصق، يعني في نوع بتحطه في الحجر خلاص ما بيكسر، فممكن يكسر من جهة تانية ما بيكسر. هاي كلمة يلتصق، يعني غير قابل للانكسار. فهذا السر اللي تكلم عنه بولس الرسول. فإذا عندما يصل الحالة الإنسان إلى الزنا
وإلى الطلاق، فهو هذا حل طبعاً اللي بيكون الزواج اللي بينتهي فيه. لكن مكتوب بشكل واضح في سفر ملاخي صحاح 2، الله يكره الطلاق. ويسوع طبعاً يعني قال لا تطلق، ولما سألوه في متى 19 قال موسى سمح لقساوة قلوبكم، لأنه كأنه الموضة هيك صارت، القلوب عم تتقسى والمحبة عم تبرد، وهذا اللي منشوفه في هذه الأيام. فلهذا السبب موسى أعطى كتاب الطلاق، لكن هاي مش إرادة الله، لأنه إرادة الله من البدء رجعهم لسفر التكوين، الغرض الأساسي رجل واحد امرأة واحدة مش نساء، وأن هذا الزواج بين رجل وبين امرأة زواج عهد أمام الله إلى الممات، بس الموت أو الزنا طبعاً اللي بحل هذا الزواج. فمنشوف هون أحب شرعية الزواج، بتشوف قدسية الزواج، بتشوف طهارة ونقاوة هذا الزواج. وطبعاً الطلاق حتى من شريعة موسى هي عبارة عن وثيقة شرعية. ليه لازم تأخذ وثيقة؟ أول شيء ما فيش شيء اسمه طلاق عشوائي، طالق يلا روح عند أهلك، لا، لازم يكون في وثيقة شرعية لهاي الوثيقة حتى يكون إلها الحرية إنه تتزوج بمن تريد، لأنه عندها خلص الوثيقة. والوثيقة أحبائي مش مثل اليوم، يعني شوية ألم ورق بيتكتب، في هذيك الأيام كان عبارة عن مخطوطة، يعني عملية بتأخذ أيام حتى يفكر الشخص اللي بيطلق إنه يراجع نفسه عدة مرات. هذه الوثيقة أحبائي هي اللي كان بإيدها. لكن إذا تزوجت بحسب شريعة موسى، إذا هاي المرأة اللي اتطلقت اتزوجت واتطلقت من الرجل الثاني، لا يحق لها أن ترجع إلى الزوج الأول لو طلقها طبعاً الرجل الثاني. الكتاب بيقول هذا رجس لدى الرب، فالله عنده قوانين لا تكسر، والذي يكسر القوانين معناته هل النبوة صادقة أو هم هل الكلام صادق؟ وهذا مهم جداً، لازم يتمشى مع روح الإلهية اللي بتمشي بشكل محدد في هذا الموضوع. مخطط الله إنه الزواج يكون مقدس، سمح موسى لقساوة القلوب حتى تحد من الطلاق العشوائي الطالق، حتى يحتاج إلى كتاب. لكن خليني أقول أحبائي، الزواج مرة تانية في العهد الجديد طبعاً مش واضح كتير، لكن يحق للطرف البريء. لكن إذا الطرف المذنب تزوج مرة تانية من مطلق أو مطلق تزوج هو كان الطرف المذنب، فيعتبر زاني لأنه ممنوع الزواج مرة تانية. وكتير ناس بتسألني هذا السؤال، طيب إذا في ناس اتطلقت قبل ما تصير مسيحية، كتير ناس غير مسيحيين مسلمين بوذيين من القبائل كل عم بيجوا لخلاص المسيح، وفي منهم مطلقين، أي إشي تحت خلاص المسيح أو قبل خلاص المسيح كله في الماضي تحت الدم بيتغطى. أنت بداية جديدة، حياة جديدة في يسوع المسيح. طبعاً في العهد الجديد الزواج ثانية للشخص البريء غير مدان، لكن مثل ما ذكرت بكررها، ما كتبش الكتاب إذا مسموح أو غير مسموح، لأنه كل حالة خاصة محتاج أنك تشوف راعي الكنيسة اللي بيكلمك في هذا الموضوع. لكن خليني أحكي لك عن شريعة أهم. الشريعة الأهم هي شريعة المسيح. لما البيت بيكون مؤسس على الصخر، ولما بتكون في محبة إلهية، ولما فعلاً في غفران، وفي فعلاً رحمة ومسامحة، في إشي اسمه نعمة. فالمسيح علم عن الغفران وعلم عن التسامح، ومن منا لم يخطئ أحبائي؟ ومين منا مش محتاج للنعمة؟ لو مش محتاج للنعمة بطلت نعمة، لكن محتاجين للنعمة لأنه هذا عمل المسيح في حياة كل واحد منا. امشي على شريعة المسيح.
Thank you.